في هذه الأزمة، وسط هذه الأزمة، البعض يتحدث يقول اذهبوا أنتم أيها المسلمون ويعني صنعوا منتجاتكم في البداية، وبعد ذلك تحدثوا عن مقاطعات أو غير مقاطعات. أنتم تأتون بكل ما يلزمكم من الغرب هذا الذي تريدون مقاطعته، هل نأتي به صدقة مثلا أو هدية؟ هل نأتي لا. بالتأكيد إذا كان كذلك فالمغرب أيضا يأخذون نقودنا ويأخذون الضرائب. نحن عندنا ننتج النفط مثلا، هم يأخذون الضرائب على النفط يسمونها ضرائب البيئية، ضرائب التأثير البيئي، وكل هذه المنتجات نشتريها بالأثمان الباهظة الغالية وفيها بدائل كثيرة. عندنا كثير من الدول المصنعة يمكن أن نأخذ منها، كثير من الصناعات موجودة في البلدان الإسلامية في تركيا وفي ماليزيا وفي إندونيسيا، وحتى قطر لما حوصرت أنتجت كثير من المواد الغذائية. المواد الغذائية الأمور الضرورية لحياة الناس أنتجها الناس أنفسهم. نعم، أنا يعني استمتع بهذا الحوار معك، ودعني أسأل سؤال أخير ننهي بهذا اللقاء فضيلة الدكتور، وهو كيف يربي الناس أبناءهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الإيمان، ولا يمكن أن تكون مؤمنا حتى تحبه أشد من حبك لنفسك ومن حبك لوالديك ومن حبك لأولادك، فإنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فلا بد أن نعرف الصغار به أولا، وأن نعرف به الناس، من لم يعرفه لا يمكن أن يحبه. فإذا عرفه الإنسان عرف اسمه وسيرته ونسبه، وعرف سنته، وعرف آل بيته، وعرف أزواجه أمهات المؤمنين، وعرف أصحابه، وعرف خلفاءه، عرف خلفاءه، وعرف ورثته من العلماء العاملين، حينئذ يعرفه. كما قال البدوي رحمه الله يقول وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس، كأنك تراهم. ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرائض التي يجب على المسلمين أن يهتموا بها وأن يعرفوا غيرهم به، ليس فقط الأولاد كما تحدث، بل يجب علينا أن نعرف الناس جميعا بهذا الرسول الذي هو أشرف خلق الله وأحب الخلق إلى الله وأزكى الخلق عند الله وأتقاهم لله، وهو أكملهم خلقا وخلقا، وهو الذي زكاه الله في كل جانب واختاره من خلقه. فلا بد أن نعرف الناس به، وأن نعرفهم بحقه ومزيته وواجباتهم تجاهه، فذلك كله من الفرائض التي افترضها الله علينا جميعا، ولا يؤمن أحدنا حتى يحققها. ثم بعد ذلك قضية النصرة له صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نذكر أننا لا نكلف إلا بما نطيق، وما نحن قادرون عليه لا نعذر فيه. فنحن قادرون على الاحتجاج، قادرون على الاحتجاج السلمي، قادرون على المقاطعة للبضائع، قادرون على الرد الإعلامي كما تفعلون في الجزيرة، قادرون على الكتابات، كل يكتب على ما يستطيع. من هو قادر على شيء من هذا غير معذور في تركه. هذه أعمال من الدين؟ نعم، هذه الأعمال يثاب عليها المرء، يثاب عليها الإنسان، وهي الواجب عليه، ولا يجب عليه ما ليس قادرا عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.